أما سورة العصر فهي التي قال الشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى، قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا سورة العصر لكفته. سورة العصر روي وإسناده فيه مقال أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض قرأ أحدهم على الآخر سورة العصر. لماذا؟ لأنها تشمل عظيم النجاة في الحياة. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر هو العمر، هو الزمان، والزمان هو عمر الإنسان. الزمن شأنه عظيم، والزمن أزمنة، في زمن بالنسبة للناس وفي زمن بالنسبة لله جل وعلا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعصر إن الإنسان لفي خسر. من مقتضيات النحو أن كلمة إن تفيد التأكيد، إن وأن تفيد التأكيد، يعني تأكيد الجملة التي دخل عليها من المبتدا والخبر. وهناك في هذه الآية إن الإنسان لا في خسر، اللام هذه اللام هي اللام المؤكدة، وحقها أن يبتدأ بها الكلام، يعني حقها بدون إن إذا أرادت العرب أن تؤكد الكلام تقول: لا الإنسان في خسر، تأكيدا للكلام. فأدخلت إن فصار عندنا نوعان من التأكيد، تأكيد بإن واللام. ما هذا الشيء الكبير الذي يؤكد الله عليه بنوعين من التأكيد؟ الأول إن والثاني اللام. الموضوع ما هو؟ الإنسان في خسر، أنت أيها الإنسان في خسارة، لست في نجاة، الموضوع خطير، الموضوع خطير، لا تتساهل مع المتساهلين في هذه الحياة الدنيا. الحياة الدنيا العمر هو العصر. قال جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الإنسان في خسارة، إلا استثنى الله جل وعلا. من الذي حكم بالخسارة على الإنسان؟ رب العالمين الذي خلقه. ومن الذي استثنى وبين لنا الصفات المستثنات؟ رب العالمين الذي خلقه في القرآن الذي هو وحيه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا، الإيمان، وعملوا الصالحات، العمل، وتواصوا بالحق، التواصوا، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا على الصبر على هذا الطريق. أربع أنواع أو أربع صفات لابد أن تجتمع حتى تنجو، وإن كان بعضها فيخسر الإنسان بقدره. فأولها الإيمان، والإيمان معروف، الإيمان اليقيني بالله جل جلاله، تحسبه في قلبك، تحس بالله جل وعلا في قلبك إيمانا به وتعظيما وإجلالا. وعمل الصالحات، العمل، تعبد، لا ينفك عن الإيمان. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
لكن لماذا أفرد العمل مع دخوله في اسم الإيمان؟ لأهميته، لأن بعض الناس قد يأتي النفس يقول أنا مؤمن يكفي. ما تقدر تصير مؤمن وأنت لا تعمل، ما تستطيع. الإيمان يذهب، الإيمان حتى يثبت لابد من عبادات. لماذا شرع الله جل وعلا لنا العبادات مكثفة مكررة؟ حتى نثبت على الإيمان، حتى نقرب منه سبحانه وتعالى. فهذا الثاني، العبادات، العمل الصالح بأنواعه الواجب والمستحب، كل هذا من أسباب البعد عن الخسار. ثم قال التواصي بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق مهم غاية في الأهمية، لذلك كان المرسلون من صفاتهم الأساسية الدعوة، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. العلم لا بد منه، تواصوا بالحق. الحق ما هو؟ هو العلم، هو مقتضى العلم. هل يكون التواصي يوصي الناس بعضهم بعضا بغير الحق؟ إذا وصى الناس بعضهم بعضا بالباطل فإنهم في خسار، فإنهم في خسار. لذلك لا بد من التوصية بالحق، ثم التوصية بالصبر. لا بد من التوصية بالصبر. الصبر خلاصته أنه نصف الإيمان. الإيمان بأحد الاعتبارات قسمان، نصف شكر ونصفه صبر. الصبر أنواع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة التي تؤذي الإنسان، وهذه لها تفاصيلها. إذن هذه السورة تذكروها دائما، أنك في خسارة، في خسارة في عمرك ما لم تكن مؤمنا تعمل الصالحات متواصيا بالحق متواصيا بالصبر.